بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة السادسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 96، طبعا التمرين رقم 5. أول التمرين عندنا 7 على 12 زائد 2 على 3. هنا باش تكون عندنا الجمع ديال هاد الكسرين لابد يكون عندنا توحيد المقامين 7 على 12 زائد 2 على 3. طبعا هاد العددين الكسريين لا يمكن الجمع بينهما الا اذا وحدنا المقامات. طبعا كما تلاحظوا بان عندنا هنا 7 على 12، هنا 2 على 3. باش نوحدوا المقامات تنستعملوا ما ذكرناه فيما سبق من انه يمكن ان نغير هاد الاعداد، ولكن دون ان نغير العدد ككل، دون ان نغير العدد الكسري ككل. يمكن أننا نقوم بهذا بضرب البسط والمقام في نفس العدد، أو نقسم هاد المقام ثم البسط على نفس العدد باش يولي عندنا المقام هو نفسه هنا، يا إما أننا تنهبط هاد المقام لعند هاد المقام وبالتالي غنهبطو حتى البسط، أو أننا ترفعوا هاد المقام لعند هذا المقام وبالتالي غنرفعو حتى هذا البسط، او اننا ترفعهم بربعة لواحد المقام جديد وبالتالي غنرفعو المقامين ثم نرفعو هذا البسطين. نفس الطريقة طبعا اذا كان عندنا اكثر من عددين كسريين. هنا عندنا طبعا عندنا عددين كسريين، ممكن يكون عندنا 3 4، اننا عندنا فيهم الجمع او عندنا فيهم الطرح. اذا مثلا إلا خدينا 7 على 12 زائد 2 على 3، واضح بأننا ممكن نرفعو هاد 3 ل12، يعني غنضربوها في 4 وفي نفس الوقت غنضربو هذا في 4، غنضربو 3 في 4 ثم غنضربو 2 في 4. إذا على شحال علاش غنحصلو؟ غتبقى عندنا 7 على 12 هنا، لأن هاد المقام هو اللي غنجيبو لعدد المقام وبالتالي هذا غيبقى ثابت. إذا عندنا 7 على 12 زائد 3 غنرفعوها ل 12، يعني غنضربها في 4، غتولي عندنا 12، ثم غنضربو 2 في 4، 2 في 4 يعني 8. إذا العدد الجديد الوجه الآخر إن صح التعبير لنفس العدد الكسري هو 8 على 12. إذا شنو غيساوي لنا هذا؟ طبعا غيساوي 7 زائد 8 على 12، 7 و8 يعني 15 على 12، يعني 15. غننتقلوا العدد الثاني اللي هو 5 على 6 زائد 5 على 12. تلاحظوا هنا بأن ممكن نطلعوا 6 عند 12، يعني غنضربوا 6 في 2 وغنحصلوا على 12. طبعا باش يولي عندنا نفس المقام 6 غنضربوها في 2، عندنا 5 على 6 هذه غنضربوها في 2، هذه غنضربوها في 2 باش نحصلوا على 12. هذه اللي عندنا باش هاد 6 تولي عندنا 12، اذا ضربنا 6 في 2، ثم هذا غنخليه نفسه لان المقام ديالو هو اللي باغي نوصلوا له توحيد المقامات. اذا 5 على 12، اذا اش تساوي؟ طبعا 5 في 2 هي 10 على 12 زائد 5 على 12. إذن هذه اش تساوي؟ تتساوي طبعا الكل على 12، وعندنا 10 زائد 5، إذن شنو تعطينا؟ هي 15 على 12. ثم عندنا 3 على 8، 3 على 8 زائد 5 على 7، اش تساوي؟ طبعا كما تلاحظوا 3 على 8 زائد 5 على 7 ما عندناش واحد المقام ديال واحد فيهم مضاعف للاخر، بحال دابا في الاعداد اللي شفنا من قبل عندنا 7 على 12 زائد 2 على 3، عندنا 12 هنا مضاعف لهاد 3، هاد المقام ديال هاد العدد مضاعف لهاد المقام ديال العدد الثاني، وبالتالي العدد الثاني ترفعوا المقام ديالو، وبالتالي ترفعوا المقام ديال العدد الثاني عند المقام ديال العدد الاول،
وترفع حتى البسط، يعني تبقى العدد نفسه. مثلا هنا عندنا 5 على 6 زائد 5 على 12، هذا المقام الثاني، هذا المقام ديال العدد الثاني هو مضاعف لستة، يعني أنها 12 تساوي 6 في 2، إذن 6 في 2 12، وبالتالي فإن هاد المقام هو مضاعف لهاد المقام ديال العدد الأول. ترفع المقام ديال العدد الأول عاد المقام ديال العدد الثاني وترفع ما تحت البسط. باش ما رفعنا هذا طبعا رفعناه، هذا رفعناه ضربنا في 2، وبالتالي 5 حتى هي غنضربها في 2 باش العدد يبقى نفسه. هنا كما تلاحظوا ما عندناش هاد القضية، هنا ما عندناش هاد المسألة، هنا يعني ما يمكنليناش نرفعو مثلا 7 عاد 8 أو 8 عاد 7. إذا هنا شنو تنعملو؟ طبعا تنعملو الضرب بيناتهم، تنديرو 7 في 8، 7 في 8 غتعطينا 56، 6 في 8 48، 7 في 8 56. إذا غنحطو بأن هذا هو المقام ديال العدد الأول زائد طبعا المقام ديال العدد الثاني تا هو غنوضعو فيه 56. هنا غنبداو نطرحو السؤال، بما أن هاد المقام، بما أن هاد العدد الثاني غيكون في هاد المقام 56 وغيكون هو العدد، وغيكون هو العدد الأول، غيكون تيمثل العدد الأول، وبالتالي خاصنا نشوفو التمنية فاش ضربناها، طبعا ضربناها في 7، وبالتالي حتى هاد 3 غنضربوها في 7. إذا 8 ضربناها في 7 عطاتنا 56، 3 في 7 21. ثم غنجيو للعدد الثاني، العدد الثاني ها المقام ديالو اللي غيولي، العدد الثاني غيصبح عنده المقام هو 56. كيفاش عملنا هنا؟ ضربنا 7 في 8، 7 ضربناها في 8، وبالتالي حتى هاد 5 غنضربوها في 8. هنا غتولي عندنا 21 على 56 زائد على 56 تتساوي، طبعا المجموع هو واحد العدد المقام ديالو 56، ثم البسط ديالو هو المجموع ديال هاد البسطين. إذا هذا هو الخارج. ضال 5 زائد 1 على 9، كما تلاحظوا بأنه ما عندناش المقام ديال واحد فيهم مضاعف للمقام ديال الآخر، باش نجيبو ذاك المقام الآخر لعند هذا المقام اللي هو مضاعف. إذا شنو غنعملو؟ غنعملو نفس الطريقة، طبعا غنعملو 9 في 5، غنشوفو عدد اللي مضاعف ليهم بجوج. 9 في 5 هو 45، إذا 45 هو مضاعف لتسعة ومضاعف لخمسة. إذا طبعا سنضع 45 زائد طبعا هنا أيضا 45 للعدد الثاني. إذا العدد الأول أصبح المقام ديالو 45، والعدد الثاني نفس الشيء غيصبح المقام ديالو 45. غنجيو للعدد الأول وغنسولو فاش ضربنا هاد 5 باش ولات عندنا 45، طبعا ضربناها في 9، وبالتالي حتى هاد 4 غنضربها في 9، وبالتالي حتى هاد 4 غنضربها في 9. إذا 4 في 9 9 و 9 18، 18 18 36، غنوضعو 36 هنا. ثم غنجيو لهاد العدد الثاني اللي غيصبح المقام ديالو هو هذا، طبعا هو نفسه لكنه، لكن العدد ككل هو هذا. إذا عندنا 9 ولات عندنا هي 45، فاش ضربناها؟ طبعا ضربناها في 5، وبالتالي حتى هاد الواحد غنضربوه في 5. إذا 1 في 5 غتصبح عندنا 5، إذا غتعطينا 45، يعني هو المقام ديال المجموع. ثم 36، ثم 36 زائد 5 طبعا هي 41. إذا هذا هو الخارج. التمرين رقم 6 كما تلاحظوا عندنا أحسب مساحة المربع ABCD، أحسب مساحة المربع ABCD. طبعا مساحة المربع ABCD كما تلاحظوا عندنا هنا مربعين، إذا هنا غيكونوا مربعين، ثم هنا عندنا مربعين. طبعا هاد المساحة غنحسبوها حسب هاد المربعات اللي تنشوفونا. أحسب مساحة المربع ABCD، ABCD، إذا طبعا كما تلاحظوا عندنا مربعين مربعين، إذا مساحة هاد المربع ABCD هي 4 مربعات من هاد التربيعات. طبعا سنستعمل هاد التربيعات للقياس. إذا ABCD
مساحته 4 مربعات صغيرة. الآن أحسب مساحة المثلث بسدي بسدي. إذا غنحسب المساحة ديال هذا المثلث. هذا المربع عنده قطر تيقسم على 2، نفس الشيء إلا خدينا هذا القطر غيقسم على 2، ونفس الشيء أيضا في المستطيل مثلا. إذا هنا مادام أن المساحة الكلية ديال المربع هي 4 مربعات، أكيد بأن مساحة المثلث اللي هو نصف هذا المربع، إذا مساحته مربعان. إذا مساحة المثلث هي مربعين مادام أن هذا القطر تيقسم هذا المربع على 2. إذا طبعا هذا المثلث مساحته مربعين. الآن أحسب مساحة الرباعي بي أو إن دي. طبعا كما تنشوفوا بأن هذا الرباعي بي أو إن دي طبعا هو مكون من 4 مثلثات من نفس القياس. عندنا هنا مثلث، هنا مثلث، هنا مثلث، وهنا مثلث. هنا 2 مربعين، 2 مربعين، 2 مربعين، ثم مربعين 2 هنا. إذا طبعا الجمع بين هاد المربعات هو 8 مربعات. إذا طبعا سنضرب 2 في 4 فنحصل على 8 مربعات اللي هي مساحة بي أو إن دي. ننتقل إلى التمرين رقم 7. أنشئ الشكل باعتماد القياسات الحقيقية المشار إليها في الرسم التالي. طبعا سنضع هنا 3.5 سنتيمترات، ثم طبعا هنا أيضا مادام أن هذا الضلع هو يساوي الضلع، إذا طبعا سنضع هنا أيضا 3.5 سنتيمترات، ثم سنضع هنا 5 سنتيمترات، ثم طبعا عندنا هذا النصف دائرة هنا. طبعا الشكل تقريبي، ولكن في الرسم المطلوب أن توضع القياسات الحقيقية، يعني أننا نوضع هنا 3.5 سنتيمترات، هنا 3.5 سنتيمترات، هنا أيضا نضع 5 سنتيمترات. قياس الوتر هنا هو 4.5 سنتيمترات. هنا طبعا سنأخذ هذه القطعة التي تمثل وتر هذه الدائرة التي أخذنا نصفها هنا، ثم نقيس 2.25 سنتيمتر، ثم نقوم بالدائرة، ثم نصل بين هاد الضلعين بهاد نصف دائرة. المطلوب هنا هو حساب محيط هاد الشكل. طبعا حساب محيط هاد الشكل نحصل عليه بإضافة هاد القياس لهذا القياس لهذا القياس ثم لهذا القياس. طبعا سنكتب محيط الشكل بسنتيمتر. حساب محيط هذا الشكل يعني أننا نضيف هذا القياس لهذا القياس لهذا القياس ثم لهذا القياس. طبعا القياسات هنا واضحة كما تلاحظوا. سنضيف 3.5 ل3.5 فنحصل على 7 سنتيمترات، ثم نضيف لها 5 سنتيمترات فنحصل على 12 سنتيمتر. لكن المشكل سيبقى هنا. إذا أولا نحسب نصف محيط الدائرة. نصف محيط الدائرة كما تلاحظوا عندنا القطر. أساسا في حساب محيط الدائرة نضرب قياس القطر في 3.14. إذا سنضرب 4.5 مضروبة في 3.14 طبعا فنحصل على محيط الدائرة ككل، ثم نقسم هذا العدد على 2. 3.14 مضروبة في 4.5، 5 في 4 20، 5 في 1 5 6 7، 5 في 3 15، 5 في 4 20، 5 في 1 5 6 7، 5 في 3 15. ثم نضع نقطة هنا، 4 في 4 16، 4 في 1 4 ثم 1 هي 5، 4 في 3 12. إذا 4 في 4 16، 4 في 1 4 1 5، 4 في 3 12. إذا عندنا 0 13، ثم 15 هي 11،
ثم أربعة ثم واحد. إذن ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة. المحيط هو 14.13، لكن هذا محيط دائرة ككل، سنقسمه على اثنان. 14 مقسوم على اثنان هي سبعة، سبعة في اثنان 14، من 14 صفر، ننزل واحد، واحد مقسوم على اثنان لا يمكن، إذن سنضع صفر. إذن واحد مقسوم على اثنان صفر، صفر اثنان صفر، من واحد تبقى واحد. ننزل ثلاثة، 13 مقسوم على اثنان هي ستة، 12 13 ناقص 12 يعني تبقى واحد. ثم ننزل صفر، 10 مقسوم على اثنان هي خمسة. إذا الخارج هو 7.065، 7.065. طبعا نصف محيط الدائرة هو 7 سنتيمترات.065. ثم محيط الشكل بالسنتيمتر، 3.5 زائد 3.5 زائد 5 سنتيمترات زائد 7.065. 12 زائد 7 هي 19، إذا الخارج هو 19.06. ثم عندنا التمرين رقم 8، الرسوم تحت كل شكل مستطيلا لو نفس مساحته، ثم أحسب هذه المساحة. إذن طبعا كما تلاحظوا باش الرسم الشكل مثلا لهذا الشكل بالأزرق، طبعا مع شيء من الملاحظة غيبان لنا بأنه يمكن أن نأخذ هذا الجانب أو هذا الجانب للجانب الآخر، ممكن أننا نأخذ الجانب لهذا الجانب أو نأخذ هذه الزيادة لهذا الجانب، نأخذ مثلا هذا الجانب لهذا الجانب. إذا نأخذ هذا الجانب إلى هذا المكان فنحصل على مستطيل. إذا طبعا نفس المساحة الزائدة هنا نضيفها هنا، نفس المساحة الزائدة هنا نضيفها هنا، فنحصل على مستطيل، وبالتالي يمكن أن نحسب مساحته. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 مضروبة، إذا هذا الطول، ثم عندنا العرض 1 2 3 4، إذا 4 في 6، 1 2 3 4 5 6، إذا 6 في 4 24. ثم ننتقل للشكل الثاني. لكي نحصل على مستطيل مساحته مساوية لمساحة هذا الشكل، إذا طبعا سنأتي بهذا الجانب إلى هنا مثلا، إذا طبعا سنأخذ هذا الجانب إلى هنا، ثم نأخذ الجانب موجود هنا إلى هذا المكان، إلى هذا المكان، نأخذ هذا الجانب إلى هنا، ثم نأخذ هذا الجانب إلى هنا، فنحصل على مستطيل. طبعا نأخذ هذا الجانب إلى هنا كما نلاحظ، ثم نأخذ هذا الجانب الموجود هنا، نأخذه إلى هذا المكان، فنحصل على مستطيل عرضه 2، ثم طوله 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا طوله 8، عرضه 2 ثم طوله 8، إذا 2 في 8 هي 16، إذا مساحة هذا المستطيل هي 16. ممكن أننا نقوم ببعض الترتيبات الأخرى، ممكن أننا نحصل على مستطيل آخر غير هذا المستطيل الموجود هنا ويعطينا نفس المساحة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.